بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هشام برجة، رئيس جمعية السراج للأنشطة التطوعية. جمعية السراج كغيرها من جمعيات المجتمع المدني تشارك في هذا اليوم التحسيسي حول الآفاق الاجتماعية لفائدة طلبة ثانوية شعبة المحل. نريد من هذه المشاركة تفعيل الحس الوقائي لدى الشباب تاعنا من هذه الآفات. وكما تلاحظون عندنا حملنا معنا مجموعة من الداعين احتوت على إرشادات حول التدخين، حول المخدرات، حول العنف بشتى أشكاله.